فيها يفرق كل أمر حكيم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. نتكلم عن ليلة هي خير ليالي السنة، ليلة هي أفضل ليالي العام، ليلة في شهر هو أفضل الشهور. رمضان شهر الخيرات والبركات، فيه ليلة جعلها الله تعالى أفضل ليالي السنة، كما أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ورمضان أفضل الأشهر، وفيه هذه الليلة المباركة التي نزلت في القرآن سورة باسمها وفيها وعنها، هي سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله تبارك وتعالى أخبر عن هذه الليلة لبيان شأنها وعظيم قدرها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو الذي أنزل في ليلة القدر؟ وأي ليلة؟ وأي ليلة كانت هذه الليلة التي أنزل فيها هذا الأمر العظيم؟ كانت ليلة 24 من رمضان، ليلة أنزل فيها القرآن الكريم، وهو آخر الكتب السماوية وأفضل الكتب السماوية. هذا القرآن المبارك كان مكتوبا على اللوح المحفوظ، وخلق الله تعالى صوتا بنظم القرآن سمعه جبريل عليه السلام، وأخذ القرآن من اللوح ونزل به إلى بيت العزة في السماء الأولى. السماوات سبع، كل سماء فيها بيت هو فوق الكعبة من حيث المكان، محاذي للكعبة. هذا بيت العزة في السماء الأولى، وهذا تدخله الملائكة ويطوفون حوله، وإذا أرادوا الصلاة استقبلوه، لأن السماوات مسكن الملائكة. الله تعالى خلق السماوات ولا يحتاج إليها، ولا يسكنها، ولا يحل فيها. السماوات السبع مشحونة بالملائكة الكرام. فهذا المكان نزل سيدنا جبريل بالقرآن الكريم إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك صار ينزل على نبينا نجوما، يعني متفرقا بحسب الحوادث والأحوال، وصارت تنزل آيات وسور وجزء من سورة، وبعض الآيات 5 أو 10 أو 7 أو نحو ذلك، حتى تم نزول القرآن في نحو 20 سنة وشيء. وكان جبريل عليه السلام يأتي كل سنة في رمضان يذاكر ويراجع ويدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن الكريم كلما نزل منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أمته ويبين لهم، وكانوا يكتبونه على جلد أو عظم أو ورق أو نحو ذلك. هذا القرآن الكريم كان نزوله في ليلة القدر، كان نزوله في ليلة 24. طيب، تعلمنا أن غالب ظهور هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر وفي الليالي المفردة الوتر، فكيف كان في ليلة 24؟ اختلف العلماء
متى تكون ليلة القدر، ولكن أقوال كثيرة، بعضهم يقول في العشر الأواخر فقط، وبعضهم يقول فقط في ليلة 27، وبعضهم يقول في ليلة 21 أو 23، وبعضهم قال قد تكون في أي ليلة من الليالي. الله تعالى أخفى عنا هذه الليلة متى تكون على التمام، حتى نبقى بالعمل مستعدين. هناك أشياء يخفيها الله عن العباد ليبقوا في اجتهاد، في سعي، في عمل يحبه الله تبارك وتعالى. فكل ليالي رمضان مباركة.